السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في برنامجكم زعفران وفانيلا مع بعض. احنا ان شاء الله من دلوقتي ولمده ساعه على الهواء بوصفات ان شاء الله تعجبكم، وزي ما بنبتدي دايما وصفات الهواء بحب اقول لكم انكم تقدروا تتواصلوا معانا عن طريق الارقام اللي هتطلع دلوقتي على الشاشه، وكمان عن طريق الصوره اللي بتنزل على صفحه البرنامج زعفران وفانيلا على الفيسبوك. اكتبوا لي تعليقاتكم واسئلتكم وان شاء الله خلال الحلقه هنرد عليها كلها. هنبتدي مع بعض بوصفه لذيذه قوي. عارفين الريزوتو؟ مش هنعمل الريزوتو، هنعمل النهارده الاورزوتو. ايه هو الاورزوتو؟ لسان العصفور اسمه ارزو، فاخدنا اسم ريزوتو وعملناه اورزوتو، فهيبقى عندنا طعمه حلو جدا. انا جربته مره في مطعم، كان مطعم يعني بيقدم الاكلات الحلوه قوي يعني المميزه كده يعني اللي فيها تاتشات من الشفات، وجربت طعمه وكان طعمه بجد حلو قوي، فجربته في البيت طلع حلو فقلت نعمله مع بعض النهارده وتجربوه ان شاء الله يعجبكم. عشان نعمله هو لسان عصفور بالدجاج والسبانخ، عايزين 4 صدور دجاج. لا الصراحه لو هنعمل كوبايه كفايه صدرين من الدجاج متقطع، وعايزين 2 كبار زيت، 3/4 كوباية من الطماطم المجففة، عايزين 2 معلقة صغيرة زعتر، 2 معلقة صغيرة بابريكا، ملح وفلفل، 1 كوباية من الكريمة، 2 كوب سبانخ، 1 كوب جبنة بارميجان مبشورة، 1 أو 1.5 كوب من لسان العصفور، وطلبت مشروم بس هبة مش عايزة تحطه، بس أنا عايزة أحطه. فلو عندكم مشروم حطوا مشروم. طيب يلا هناخد دلوقتي شويه من الزيت كده ونحطهم هنا، تقدروا تحطوا معاهم زبده لو حاطين، بس الصراحه لان انا هحط كريمه فطعم الزبده مش هيبقى موجود قوي، فخلاص بنحط شويه زيت وهنبتدي نعمل مع بعض الفراخ. زي ما قلنا كفايه قوي صدرين من الفراخ على 1 كوباية من لسان العصفور. هخليهم بقى كده على النار بس لغاية ما يبتدوا يستووا علشان نقدر نكمل بقية. انا يهمني اكتر حاجة طبعا ان الفراخ تستوي، هي اللي ممكن شوية تاخد وقت، عشان كده هنسويها في الاول لوحدها كده. النار طبعا لازم تبقى عالية. يا صفاء اهلا وسهلا بيكي، ازيك يا حبيبتي؟ مساء الخير يا غادة عليكي. يا مساء الفل، اهلا وسهلا، ربنا يخليكي. انا بحبك جدا يا غادة. يا حبيبتي دي حاجة تسعدني جدا، وانا كمان بحبك. ربنا يخليكي، اهلا وسهلا. انا بشوف كل وصفاتك وكل مواعيد برنامجك بشوفه حبيبتي، الظهر وبالليل وفي الفجر، انا بشوفك على طول يا حبيبتي. انا بجد مبسوطة جدا، وان شاء الله دايما يا رب عند حسن ظنك. تسلمي لي يا حبيبتي، حبيبة قلبي. انا غدا قبل كده طلبت منك السينابون. ما عملناهوش. أيوة. طيب اعملهولك، حاضر من عينيا، ولغايه ما نعمله كمان ممكن ننزل لك الوصفه وبعمله من عينيا. حاضر من عينيا، حاضر. يلا يا هبه ننزل وصفه السينامون رول لو سمحتي، وشكرا يا صفاء. وتصدقي يعني انا ان شاء الله باذن الله حتى لو هنغير في المنيو بتاع رمضان، لان عملناه خلص منيو رمضان، هنغير وهضيف لك السينامون رول. هبه هبه، اليوم اللي اختاري لك يوم كده في اول اسبوع من رمضان نعمل فيه السينامون رول. طب سلمي يعني، ماشي. خلاص يلا، حطينا هنا يا حبايبي الفراخ بتاعتنا المتقطعة صغير، بس احنا صراحة لازم تتحمر شوية قبل ما نبتدي نشتغل فيه. عندنا بقى هنا لسان العصفور. لسان العصفور هو ايه؟ لسان العصفور هو مكرونة، فأصلا احنا بنعمل المكرونة بالكريمة وبالصلصة، فهو احنا يعني لسان العصفور هو عبارة عن مكرونة.
تمام. فهنعمل النهارده يعني عجينه المكرونه، يعني هنعمله بقى النهارده بطريقه، يعني احنا يا حرام لسان العصفور ده ما بيتحطش غير في الشوربه، مظلوم مظلوم. السينامون رول اهي العجينه بس بالبرتقال، احنا فمبدئيا بتقدري تعمليها من غير البرتقال لغايه ما اعملها لك في رمضان يا صفاء ان شاء الله باذن الله، ربنا يبلغنا رمضان انا وانتو وكل حبايبنا على خير وسلامه يا رب. طيب، فاللسان العصفور ده يا حرام مظلوم من الاكلات المظلومه، يعني احنا هنا مثلا اكتر حاجه بنعملها ان احنا بنحطه في الشوربه، مع انه مثلا لو اتعامل معامله الرز بيطلع طعمه حلو جدا، ولو اتحط في طاجن بيطلع برضه حلو جدا جدا. والنهارده هنعمله بطريقه الاورزوتو اللي هو زي الريزوتو وبرضه هيطلع حلو قوي. فيا حرام هو مش بس مكانه في الشوربه، لا هو ليه اماكن تانيه كتير بس احنا مطنشينها. طيب هناخد بقى دلوقتي لسان العصفور اللي عندنا دلوقتي وهنحطه كده هنا، لا اسفه السبانخ الاول، طبعا لو في مشروم بنحطه دلوقتي معاهم برضو، هنحط السبانخ تقليبتين بس كده تدبل وبعدين بنروح مبتدين بقى نحط بقيه الحاجه اللي عندنا. صراحه الطماطم المجففه بحب احطها اخر حاجه، برضو لو حابين تحطوا مثلا رشه من جوزة الطيب برضو ممكن. يلا بنقلب بس، اول ما تبتدي تدبل هنروح على طول. الوصفه دي لسان العصفور فيها ما بتحمرش، يعني احنا متعودين دايما نحمر لسان العصفور، لا الوصفه دي لسان العصفور ما بتحمرش، انا عايزاه فاتح زي ما هو كده. يلا هنحط بقى دلوقتي لسان العصفور. شوية ملح، شوية مش كتير لان احنا حاطين مكعب صحيح ما تنسوش، لو مش حاطين زودوا شوية في الملح، ملح وفلفل، بابريكا، عندنا بقى هنا مكعب المرق النوع اللي بتفضلوه هاتوه. يلا هنبتدي بقى دلوقتي نحط له الميه اللي عندنا، هنحط شويه ميه، وهو على فكره هيستوي كله، حتى احنا ممكن نسويه من غير ما نغطيه يعني مش مشكله، هنسويه زي ما بنسوي الريزوتو. الريزوتو احنا بنسويه ازاي؟ بنسويه في طاسه كده بنفضل نضيف له ميه، كل ما يشربها برجع احط له تاني ميه، بس الريزوتو علشان يبقى مظبوط لازم نستعمل له نوع رز معين اللي هو الاربوريو. هنقلب ده بقى كده شويه، هنعمل ايه؟ هستنى عليها الميه تتشرب وبعدين برجع بحط لها ميه تاني، ممكن نريح دماغنا من ده كله ونحط ميه مره واحده وما نقلتش الريزوتو في الطريقه دي، فانا هحط كده شويه ميه. عايزين تقلدوا الريزوتو يبقى زي ما قلت لكم، ميه تتشرب نرجع نحط ميه، تتشرب نرجع نحط ميه وهكذا، بس احنا هنا حطينا ميه كده مره واحده وهنستنى بقى عليها بس تخلص، بنهدي النار بس شويه عليها. دلوقتي هي غليت ههدي النار شويه، يعني انا عندي اعلى حاجه 9 انا عملتها 5 تمام، وهسيبها بقى كده دلوقتي على 5 اللي هي مش واطيه قوي، وسط وسط مش واطيه قوي وسط بس، وهسيبها بقى تستوي. بس تستوي اخر حاجه هنعملها هنعمل ايه؟ هحط الطماطم المجففه والكريمه والجبنه ورشه الزعتر، يعني دول بس تخلص الاكله، بس تخلص. نقرا بقى شويه ولا ايه؟ تحب انت ايه؟ طيب نقرا شويه. اوكي يلا بينا يا حبايبي على صفحة الفيسبوك على زعفران وفانيلا اهو، ونشوف الكومنتات بتاع فين. ثانية واحدة، ادي الصورة نزلت وادي الكومنتات بتاعتكم والاسئلة وكل حاجة.
شكرا شكرا يا سهاد داود من سوريا. سهاد داود من سوريا، يا اهلا وسهلا بيكي وبكل حبايبنا اللي في سوريا، وهم كتار الصراحه. آلين حياتي، يا اهلا وسهلا بيكي، بتقول كل وصفاتك جميله ومظبوطه 100% واحلى وصفات من عندك. تسلميلي يا حبيبه قلبي، وان شاء الله دايما عند حسن ظنك. بسمه بسومه بتقول مساء الخير، نحنا بنعملها مقوره مفوره. فينها؟ فين ثلاثه؟ ثلاثه. طيب بتقول احنا بنعملها مفوره مع الخضره ولا مع الدجاج، تيجي حلوه من تونس، وتسلم ايدك على كل الوصفات. طبعا المطبخ التونسي معروف بوصفاته اللذيذه والحلوه والطعمه. انا قبل كده عملت اكلات من المطبخ التونسي، وعندي صاحبه تونسيه شاطره قوي كمان في الطبخ، دوقتني كذا حاجه من المطبخ التونسي، الصراحه انبهار بجد، حلوين جدا. طيب عندنا كمان شيرين محمد حبيبه قلبي، شكرا، بتقول كيكه الموز بتاعت امبارح كانت تحفه، وانا كمان بحبك جدا جدا ومبسوطه ان الكيكه عجبتك، والف هنا وشفا. اخر حد بس هقوله قبل ما نطلع فاصل، نعيمه رحومه من ليبيا، مساء الورد عليكي وعلى كل حبايبنا اللي في ليبيا. بصي يا حبايبي اهي، بس لو حسيت ان الميه اتشرب شربها ولسه ما استواش هزود له شويه، وادينا مع بعض. هنطلع دلوقتي فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقيه وصفاتنا. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل بسعاده عارمه بالمشروم، هحطه وانا سعيده. ايوه يلا استنوا بس. ايه تعالي، راحوا فين يا عيني على السكاكين الحاميه؟ لسه سنها حالا. خلاص حطيت المشروم وارتحت، جننتهم. انا مش عايزه اقول لكم عملت فيهم ايه لغاية يا حرام ما طلعوا بالمشروم، بس كده أنا مرتاحة. عايزين بس نطمن على هبة إنها لسه كويسة، لأن هبة طيب يلا بينا يا حبايبي نعمل وصفتنا التانية للنهاردة، وهي عارفة عايزين نشوف دلوقتي وصفة تانية لطيفة جدا، وهي فطاير اللحمة. ودي علشان نعملها عايزين عجينة، طبعا العجينة هنعملها بخمس كوبايات دقيق، نص كوباية زيت، 2 معلقة كبيرة خميرة، 2 كوب ماء دافئ، رشة ملح، 2 معلقة كبيرة سكر، 1/3 كوباية من الحليب البودرة. وللحشوة عايزين الآتي: 1 بصل مفروم ناعم، 500 جرام لحمة مفرومة ناعم برضو، 1 كوب بقدونس مفروم ناعم، ملح وفلفل اسود، معلقة صغيرة بابريكا، ورشة من جوزة الطيب. تمام يلا دلوقتي نشوف مع بعض ايه العجينة. ده ايه الاخبار هنا؟ بصوا يعني هي بصوا بقى الشكل وجماله. هنعمل ايه بقى دلوقتي بعد ما شرب السوائل كده اللي فيه لسان العصفور بتاعنا؟ هناخد دلوقتي الحاجات اللي هنحطها على الوش وجوه كمان اهي. هناخد دلوقتي الكريمة اللي عندنا ونحطها كده هنا، وهناخد الطماطم المجففة ونحطها برضو هنا، وهناخد رشة من الزعتر، بحب انا احط الزعتر دايما اخر حاجة. الجبنة بقى هاخد نصها احطه جوه، والنص التاني هسيبه للوش. تمام، مش هحط الكمية كلها. بصوا بقى الجمال، حاجة كده جميلة، جمال ملوش مثال. هسيبها بقى على النار شوية كمان
برضو على نار وسط لغاية ما بقى لسان العصفور يشرب كده الكريمة، والكريمة تقل شوية شوية، بس أنا عايزاها كده. بس شايفين إزاي فيها شوية سائل، إحنا عايزينها كده بس أقل يعني. فحاسبها على النار بس شوية وبعدين نعملها زي ما اتفقنا. طيب خلينا بقى دلوقتي يا حبايبي نعمل وصفتنا التانية للنهاردة. علشان نعملها هنجيب الطاسة، أنا تحت هنا أهي كده اهو، وهنبتدي نعمل اللحمه المفرومه بتاعتنا. هنعصجها، على ما تتعصج اللحمه المفرومه هنكون هنعمل مع بعض العجينه بتاعتنا. العجينه بتاعتنا دي هشه جدا، وانا بستعملها لوصفات كتير قوي، وساعات لما بيكون ما عنديش وقت بحولها لعجينه العشر دقائق، بس لو عندكم وقت سيبوها تخمر براحتها. تمام، هناخد دلوقتي الزيت اللي عندنا، شوية زيت صغيرين علشان نعصج اللحمة المفرومة اللي عندنا. هنحط البصلة بس تسخن شوية، بس تسخن شوية، ها على ما تسخن دي خلينا نبتدي في العجين. كل المكونات الجافة هنحطها، طبعا دي مش بتاعت العجين، دي بتاعت الكوكيز. نعمل كده كده اهو، كل المكونات الجافة، دقيق، لبن البودرة، الحليب البودرة، السكر، الخميرة، وهنخلطهم مع بعض شوية ونبتدي نجهز المية. يلا نجيب المية بتاعتنا. المية لازم تكون دافية، ما تكونش سخنة زيادة عن اللزوم. المية السخنة زيادة عن اللزوم بتموت الخميرة، احنا عايزينها دافية دافية مش سخنة جدا يعني. فادي كده عندنا هنا المية السخنة، هنحط عليها شوية مية ساقعة. ممتاز، المية الدافية بتصحصح العجينة والخميرة وبتخليها تكبر أسرع. المية الباردة هتكبر برضو بس هتاخد وقت أطول، يعني مش هتكبر بسرعة الخميرة. المية المغلية بتقتلها، بتموت الخميرة. هناخد بقى دلوقتي الزيت ونحطه، وهناخد المية وشوية شوية نبتدي نعجن. يلا نروح بقى دلوقتي هنا ناخد البصل ونحطه هنا ونعصج اللحمة عادي جدا زي ما بنعصج اللحمة. شوية مية كمان، طيب احنا دلوقتي كده تمام. هنفضل نعجن في العجينة مش اقل من 5 6 دقايق، وبعد ما بنعجنها 5 6 دقايق بنسيبها تخمر. تمام، فدي العجينة بتاعتنا بعد ما سبناها تخمر ساعة، بعد ما سبناها تخمر ساعة. بعد الساعة دي هنعمل ايه؟ نشيل الحاجات دي من هنا. الملح، الملح بحطه بعد شويتين، يعني بعد ما بعد 4 دقايق تقريبا بروح رشه رشه الملح. ليه؟ الملح بيبطئ من نمو العجينه. والله مجننه الخميره معاها، ايشي بينيمها وايشي بيصحيها وايشي بيموتها. يلا معلش، فالملح بيبطئ من ان العجينه تكبر، مش بيموتها ولا اي حاجه، بس بيبطئ من الوقت شوية. هناخد بقى يا حبايبي دلوقتي اللحمة المفرومة اللي عندنا وهنعصر. عصجوها بقى بالطريقة اللي انتوا بتحبوها، بالتوابل اللي انتوا بتحبوها، شوفوا انتوا ايه اللي بتحبوه، يعني بتحبوا تحطوا لها ايه، وتمام التمام. ده كده خلاص، بصوا لي الجمال، انتوا متخيلين لقمة من ده بيبقى طعمها عامل ازاي؟ شوفوا مشروم،
فراخ، سبانخ، حاجة كده جميل جمال ملوش مثال. خلاص أنا الصراحة هطفي عليها، هي كده بالنسبة لي تمام. تعالوا بقى نشوف هنعمل إيه في العجينة. العجينة أهم حاجة يا جماعة، من أهم الحاجات علشان ننجح العجين بتاعنا. أولا مدة العجن في الأول في العادي بتبقى مدة طويلة، في حاجات تانية ما بتقعدش مدة طويلة بس في العادي بتبقى المدة طويلة، دي أول حاجة. تاني حاجة لازم نسيبها تخمر براحتها خالص ساعة أو أكتر حسب الأوضة بتاعتنا قد إيه باردة. تالت حاجة بعد ما بنقطعها نسيبها تخمر كمان نص ساعة. رابع حاجة بعد ما بنشكلها نسيبها تخمر كمان مرة نص ساعة. خطوات كتير بس النتيجة هتفرق معاكم جدا جدا جدا. فإحنا عندنا هنا العجينة بتاعتنا دي خمرانة، هاخدها بصوا ما شاء الله اهي، بصوا بصوا الهواء اللي طلع والحركات. طيب هناخدها بقى كده، بصوا بصوا شايفين. يلا هناخد بقى العجينة بتاعتنا دلوقتي، حاسة في نقطة مية، خليني بس كده اتأكد لانه كمان لازم نمسحها هي نظيفة بس انا بحب كده دايما يعني. هنحطها بقى كده هنا ونبتدي نجيب السكينة بتاعتنا ونقطع العجينة بتاعتنا. بصوا بصوا الجمال، بصوا ازاي التخمير الصح، شايفين بصوا شايفين التخمير الصح اهو، شوفوا. طيب هناخد بقى كده العجينة بتاعتنا وهنقطعها حسب احنا عايزين قد ايه الحاجة بتاعتنا، الفطاير بتاعتنا ايه الحجم اللي احنا عايزينه، تمام؟ فاحنا مثلا ممكن نعملها بهذا الحجم. هاخد القطع بتاعتنا واعملها كده زي الكورة لو احنا عايزين الحجم ده يعني، شوفوا انتوا عايزينها قد ايه، لو عايزينها اكبر اوكي. وهحطهم كده كلهم هنا واغطيهم واسيبهم كمان نص ساعة، تمام؟ كمان نص ساعة قبل ما اشتغل فيها اهي كده، ونسيب نغطيها كده بحاجة نظيفة. شوفوا دي واحدة كبيرة ودي أصغر، كلهم بقى نعملهم بالشكل ده كور ونغطيهم. انتي حصل معاكي ايه؟ معلش بنعمل كذا حاجة في نفس الوقت. اوكي هحط لها بقى شوية ملح، شوية فلفل، شوفوا التوابل اللي انتوا عايزينها وحطوها، شوية رشة من جوزة الطيب، شوية بابريكا، وفي الاخر خالص هنحط لها شوية بقدونس مفروم. تمام احنا كده هستنى بس اللحمه بتاعتنا تستوي، فاضل لها 3 دقايق مثلا، واول ما تستوي هحط لها البقدونس. خلينا بقى نطلع دلوقتي الفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقيه وصفاتنا، بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. انا بس بجهز للوصفه بتاعه المكرونه علشان ما نضيعش وقت ونلاقي وقت شويه نقرا الكومنتات بتاعتكم. فتعالوا بقى نسيب كده، انا بعصج لحمه عادي جدا، حطيت بس شويه زيت وبصله وثوم، ودلوقتي حطيت اللحمه المفرومه وهنروح نكمل وصفه الفطاير بتاعتنا. طيب
احنا اتفقنا ان احنا عايزين الفطاير بتاعتنا ترتاح بعد ما نقطعها. فدلوقتي خلينا ناخد قطعة. هنعمل ايه دلوقتي في القطعة بتاعتنا دي؟ انا هفردها بالشكل ده، شوفوا، نشيل دي من هنا ونفردها كده هنا. بفردها بايدي، يعني مش محتاجة قوي ان انا اجيب عجانة، اجيب نشابة، فممكن تفردوها بايديكو بالشكل ده. طبعا لما بتبقى قاعدة اكتر من كده مرتاحة بتتفرد معاكم منتهى السهولة. بس احنا كده كده هنعوز النشابة، صحيح، معلش هجيبها دلوقتي حالا. فردناها كده، هنعمل ايه؟ نجيب معلقة بقلب دي شوية، هوطي بقى عليها النار علشان ايه نكملها معاكم. يلا هناخد اللحمة المفرومة بتاعتنا ونحطها في قلب العجينة هنا، تمام كده، شايفين بحطها في قلب العجينة بالشكل ده كده اهو، اوكي. بعدين هاخدها هقفلها من كل ناحية كده اهو. على فكرة بتقدروا تغيروا في العجين زي ما انتوا عايزين، في الحشوة زي ما انتوا عايزين، تمام. بعد بقى ما عملناها كده هنجيب دلوقتي النشابة اللي عندنا، ادي النشابة، ونبتدي نفرد العجينة بتاعتنا وهي محشية. هنفرد العجينة وهي محشية. خليني اخد حتة بس اسد الحتة دي، احطها كده هنا. حتى اتقطعت، معلش كده. وهنبتدي نفردها، نفردها كده بالراحة بالنشابة وحسب الحجم اللي انتوا عاملينه. بعد ما فردناها هناخدها دلوقتي ونحطها، ندهنها بالبيض وناخدها نحطها في الفرن. لذيذ كده انكم تعملوا، شايفين، لانها مرتاحتش اتقطعت مني، بس انتوا ايه ريحوها علشان ما تتقطعش، ريحوها زي ما اتفقنا. ها هناخد دلوقتي الشوكة بتاعتنا ونعمل كده بيها اشكال على الوش، يعني مثلا نعملها كده خطوط كده، كده، وممكن تاني بالعكس بنفس الشوكة، شكلوها زي ما انتوا عايزين، يعني اعملوا كده عليها اشكال بيبقى شكلها حلو بعد ما بتتخبز. بس تطلع دهنوها، هنسيبها دلوقتي تخمر كمان مرة نص ساعة، بس تخمر بندهنها بالبيض وبنحطها في الفرن على درجة حرارة 180-190 أسفة، لغاية ما تبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لذيذة جدا وطرية جدا وهشة جدا. وغيروا في الحشوة حسب ما بتحبوا، حسب الحشوة اللي انتوا بتحبوها غيروا، واكيد اكيد اكيد هيحبها كل اللي هيدوقها يعني. يلا بينا على الوصفة التانية للنهاردة، وهي التالتة، قالب المكرونة باللحمة المفرومة. عشان نعمله عايزين 200 جرام لحمة مفرومة، واحد بصل مفروم، 6 فص ثوم، دول حطيتهم هنا، عايزين كوبايتين طماطم، 3 معالق كبيرة صلصة طماطم، ملح وفلفل، معلقة صغيرة زعتر، معلقة صغيرة بابريكا، مكرونة سباجيتي مسلوقة ومش مغسولة، عايزينها زي ما هي، وعايزين شويه كمان من ميه السلق، وعايزين كوبايتين بشاميل وثلاث كوبايات جبنه موتزاريلا. طيب انا هنا عصقت اللحمه بتاعتنا، بعد ما عصقتها هاخد اللحمه المفرومه هحط عليها الطماطم المتقطعه صغير، وهحط عليها صلصه الطماطم، وهحط عليها الملح والفلفل والبابريكا والحاجات اللي عندنا دي كلها. ادي الملح، ادي الفلفل، وادي البابريكا والزعتر، بابريكا، زعتر،
وهخليها على النار كده شوية، وهحط لها المية بتاعت سلق المكرونة. ليه مية سلق المكرونة؟ لأن مية سلق المكرونة بيبقى فيها نشا، والنشا بيبقى يعني هو هيمسك لي المكرونة بتاعتنا نوعا ما لما نحطها في القالب، تمام؟ فإحنا دلوقتي كده عملنا الخلطة اللي هنحطها على المكرونة بتاعتنا دي. عايزة تتحط بقى إيه في الفرن؟ دي لازم تتغطى يا جماعة لغاية ما تخمر كمان مرة، وبعدين نحطها في الفرن. يعني دايما ريحوا العجين، ريحوا العجين، ريحوا العجين، بيدينا نتيجة ممتازة. نعمل كمان واحدة، نحط كده هنا لحمة مفرومة. نقفلها ونفردها ونحطهم الاتنين بقى دلوقتي كده في الفرن عشان يبقوا سخنين ان شاء الله قبل ما تخلص الحلقة يكونوا خلصوا ان شاء الله. بالراحة بس عليهم. وطبعا زي ما اتفقنا كل ما العجينة بتخمر اكتر كل ما بتدينا نتيجة احسن. يعني شايفين دي بس لانها قعدت شوية اكتر من دي، شوفوا ازاي نتيجتها احسن، بس قعدت شوية مش كتير، بس كل ما بتسيبوها كل ما بيكون احسن. نحط لها كده الخرام كده بالشوكة، وهناخدها بقى نحطها هنا. شوفوا دي شكلها كويس، ونحط لها شوية بيض كده على الوش وندخلها على الفرن. دي اتفتحت بقى معلش، ظروفها صعبة. ويلا بينا على الفرن. هنا ايه الاخبار؟ هنا لازم الصوص تتخفر شوية. عندنا بقى هنا علشان نعملها قالب التشيز كيك، وطبعا اسهل حاجة علشان خاطر تتأكدوا كده انها تفضل كويسة انكم تدهنوا القالب بشوية زيت صغيرين وتحطوا عليه ورق الزبدة، تمام؟ احنا كده هنا عندنا يعني تنتوفة كمان، بحب الصوص انا تكون اقل. هنعمل ايه جوه المكرونه نفسها اللي هنحطها هنا؟ هحط جبنه، فالجبنه هتخلي المكرونه برضو لما تسيح هتمسكها في بعضها، فهتساعد ان احنا لما نيجي نفتحها انها ما تقعش. يعني المكرونه لما بيبقى فيه بينها جبنه، الجبنه بتمسك في بعضها. فاحنا جوه الخليط هنحط شويه من الجبنه. خلينا بقى دلوقتي ناخد المكرونه اللي عندنا ونحطها كده هنا. وهنحط معاها زي ما اتفقنا الجبنه. نقلبها بس تقليبتين كده. اوكي. هنحط بقى دلوقتي نص مقدار الجبنه، وهحط الكلام ده كله كده، شايفين كده؟ هحط الكلام ده كله في الصينية. خلاص احنا كده تمام. الجبنة دي هتمسكها يا جماعة. الصراحة في ناس بيحطوا بيض، انا الصراحة قررت احط جبنة لاني ما بحبش موضوع، يعني مش ما حبيتش ان انا احط بيض فيها الصراحة. خلاص هاخدها بقى دلوقتي وهحطها كده هنا في القالب. هي بتتزحلق، هي بتتزحلق من ايدي، فانا خليني اشيل ده كده وامسك ده احسن.
والله الطبق كان هيطير بتاع اللحمه المفرومه، كان هيبقى ترند الموسم. شد الفوطه والطبق كان هيطير معايا. اه والله والله العظيم. يلا نحط. مش عايزه اطلع في وصل. يلا هنحط ده كده هنا. ثانيه واحده بس احطها، عشان نحطها في الفرن علشان ايه تكون يعني تجهز على ما نرجع من الفاصل. ناخد دلوقتي البشاميل بتاعنا، نفرد دي كده كويس، وحاولوا كده كمان نضغطها، يعني نضغطها كده شويه علشان ايه نتاكد بس ان هي بنساعدها انها تتماسك. هناخد بقى دلوقتي البشاميل ونحطه هو كمان على الوش ونفرد، نفرده، وهحط الجبنه كمان على الوش، ونحط الكلام ده بقى في الفرن على درجه حراره 200، تقعد لها تقريبا يعني نقول ربع ساعه، تقعد لها ربع ساعه كده على ما تجهز، علشان خاطر انا عايزاها نوعا ما يعني شويه تنشف اوكي وتمسك في بعضها. فعشان كده خلوها على درجه حراره 200 تقريبا ربع ساعه تلت ساعه، ولما تطلع ما تفتحوش عليها على طول، سيبوها شويه علشان خاطر تاخد الفورمه بتاعه القالب بتاعنا اللي احنا حاطينها فيه. تمام. انا بقى هاخدها دلوقتي زي ما اتفقنا، هحطها في الفرن على درجه حراره 200 تقريبا ربع ساعه. خلينا بقى دلوقتي نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقيه وصفاتنا. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. بيكم رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودلوقتي طلع حطيت الأرزوتو بتاعنا على الطبق بتاعه، في الطبق بتاعه هو زي ما انتم شايفين كده شكله لذيذ وطعمه ألذ بكتير كمان من شكله، وحطيت عليه كده شوية من الجرينز دول بحبهم أنا، بيدوا شكل حلو بينطقوا الأطباق. وكمان عايزة أوريكم شكل المكرونة، شوفوا شكل المكرونة بقى وجمالها. قالب المكرونه بعد ما بيطلع من الفرن بس بتسيبوه شويه كده يرتاح، وده بيكون شكله. ما هذا التصوير ده كروري؟ ابداع ابداع يا ناس. انا هروح اقرا شويه. شايفين قد ايه لطيفه شكل المكرونه؟ بس زي ما قلت لكم سيبوها شويه، احنا لسه اللي انا حطاها في الفرن طبعا ما جهزتش، ولكن احنا اهو على الفيسبوك. يلا بينا، يلا نروح على الكومنتات بتاعتكم، ناخد الكومنتات الجديدة. الهداف المنهالي من اليمن، يا اهلا وسهلا بيكي وبكل حبايبنا اللي في اليمن. مروة الجبري بتقول ما لحقتش الحلقة من اولها، معلش هي شوية وهتنزل على صفحة البرنامج على الزعفران وفانيلا مكان ما احنا موجودين دلوقتي مع بعض. شكرا لشيرين محمد بتقول الوصفات النهاردة أكتر من رائعة، وإن شاء الله هتجربهم كلهم وهتكون في قمة اللذاذة. تسلميلي وبألف هنا وشفا. اليول اي اي أنا كمان بحبك، شكرا ليكي حبيبة قلبي. طيف السما من المغرب، يا اهلا وسهلا بيكي وبكل حبايبنا من المغرب. زهرة الامل من ليبيا، يا اهلا وسهلا بيكي وبكل حبايبنا اللي في ليبيا. نوال الفيومي بتقول فعلا العجينه اللي فيها خميره مجننتنا مجننانا. وبصراحه اكتر مني. بس هي زي ما قلت لك، هي العجينه تحسيها بيبي وعايز يتدلع. دلعتيه هيبقى لطيف وجميل، ما دلعتيهوش مش هيطلع زي ما انت عايزه.
رضوى حايس شكرا ليكي، بتقول هي من المنصورة، انا كمان بحبك جدا وكل سنة وانتي طيبة، وبتسلم على كل اللي موجودين في البرنامج. تسلميلي يا حبيبتي. الشكر لله من ليبيا، اهلا وسهلا. نوال الفيومي بتقول العجينة مرتاحة اكتر مني ومنك، ده صحيح. طيب وعندنا مين كمان؟ نوال كاتبه لنا كومنتات كتير حلوة. وسلمى فروحة حبيبة قلبي مشغلة البرنامج وقاعدة بتتفرج عليه، وبعت لنا الصورة بتاعتها وهي بتتفرج على البرنامج. حبيبة قلبي تسلميلي. سهى الزيني بتقول النهاردة الوصفات فوق الرائعة، بتقول دايما في جديد. حبيبة قلبي تسلميلي وأنا كمان بحبك جدا. علا فتح الباب حبيبة قلبي شكرا ليكي، بتقول بتحب البرنامج لما بيكون مباشر. تسلمي يا حبيبتي، وإن شاء الله بإذن الله رمضان كله هنكون مباشر مع بعض زي كل سنة بإذن الله. فايزة راضي شكرا ليكي. من ليبيا أميرة أمي يا أهلا وسهلا. أوراق مبعثرة من العراق يا أهلا وسهلا بيكي. وأنا كمان أحب تشهواي، هي كتبالي أنا أحب تشهواي، أنا كمان بحبك جدا شكرا ليكي. وكمان فاطمة الزهراء أنا كمان بحبك. نجمية عاشور من ليبيا يا أهلا وسهلا بيكي يا حبيبة قلبي. راجي حسين ونعناعة نعناعة كمان من ليبيا أهلا وسهلا. ولوتس فلاور كمان من ليبيا. وانشراح الحبشنة من الأردن طبعا سلامي ليكي يا حبيبتي ولكل حبايبنا اللي في الأردن. سيناريت كوين اهلا وسهلا. مودي هي ام محمد من مصر الغاليه طبعا. من تونس سوسن رياحي. ونور القران تسلميلي بتقول كل الوصفات مظبوطه. مش قلتلي يلا بينا وقولي باي باي للناس؟ بقول لك باي 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 ونمشي. ماشي حاضر يا دكروري، والله يعني الوقت الحلو بيخلص بسرعة معاكو. دي كانت وصفتنا للنهاردة، عملنا معاكو فيها الأرزوتو وهو شبيه بالريزوتو ولكن استعملنا فيه لسان العصفور، عملناه بالسبانخ وبالجبنة البارميجان وبالطماطم المجففة، وحطينا عليه كمان مشروم وفراخ، حطينا عليه في الآخر كريمة وده اللي هيديله كده قوام كريمي لذيذ. عملنا كمان معاكم النهاردة قالب المكرونة اللذيذ جدا اللي انتوا شايفينه ده بقى عملناه باللحمة المفرومة والصلصة الحمراء. أهم حاجة ان احنا نحط جبنة بين الطبقات، انا ما بحبش احط بيضة زي ما في بعض الناس بيحطوا، بس طبعا انا بقولش انها غلط، بس انا ما بحبش احط البيضة، فانا بحط بدلها جبنة موتزاريلا وده بيخليها لما تسيح تمسك في بعضها. وكمان احنا مستعملين مية سلق المكرونة ودي بيكون فيها نسبة نشا. طيب كمان عملنا معاكم الفطاير بتاعت اللحمة المفرومة بأي عجينة عندكم تقدروا تستعملوها، المهم ان احنا نعجنها كويس ونريح العجينة زي ما اتفقنا. الوصفات بتاعتنا كلها هتنزل على صفحة البرنامج زعفران وفانيلا كمان شوية، واللي ملحقش يشوف الحلقة من أولها بيقدر يشوفها في الإعادة، عندنا إعادتين، إعادة الساعة 8 بالليل وإعادة الساعة 8 الصبح. شكرا لمتابعتكم وبشوفكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة، وصفات جديدة وأفكار جديدة بإذن الله. باي باي.